كيف ما قال السيد الرئيس قال لكم بانكم وثائق متوفره في كتاب الضبط، فطلعنا فعلا لكتاب الضبط وطلبنا منهم يجبدوا ملف، الملفات جوج تاع لي بوكس كانوا فوق واحد المكتب، هزهم كاتب الضبط خرجهم من خرجهم من ياك استاذ هادشي اللي كاين، خرجهم من المكتب ثم ردهم لينا. فاش بدينا كنعينوا الملفات باش نشوفوا الوثائق اللي خاصنا المتعلقه بالابحاث والخبرات التقنيه، ماشي الخبرات تاع الابحاث التقنيه اللي دارت الفرقه الوطنيه للشؤون القضائيه ولا البحث التمهيدي اللي قامت به الدرك الملكي، ما لقيناش هذوك الوثائق، ما لقيناش الوثائق، لقينا محاضر تاع الجلسات، لقينا امور اخرى ولكن ما لقيناش الوثائق اصليه الملف. ولكن علاش رفعت الجلسه فجاه؟ لان الرئيس خصو يدير جرد، الرئيس خصو يدير جرد للوثائق اللي عنده، لان الناس كيتلاعبوا بالوثائق حتى طلع المحاميه ما كنلقاوش الوثائق. انا طلعت اخر مره وانا شاهد على هذا الامر، ما كاينش الوثائق في الملف وكيحيدوهم فين كيديهم الله يعلم. غادي تسمحوا لي بدات الجلسه الا مشينا، اللي كان هو ان الوثائق ما كايناش وقع شنآن ما بين الاستاذ محمد. دابا غنرجعوا للجلسه ان شاء الله. لا ما كاينينش يا بنتي، ما كاينينش، هو تيكون عنده مكتب الضبط، ما تيكونوش.